معلش والنبي يا كابتن، لا معلش نسمع زي. بس اصل ده لا لا، قول لي تاني، قول لي تاني والنبي. ثلاث مباريات هقول لحضرتك بس اجيلي قال ايه. قال لك ايه؟ انا مسؤول عن الخروج وفخور باختياراتي. طيب خفير اجيلي في تصريح في المؤتمر الصحفي بيقول انا مسؤول عن الخروج وفخور باختياراتي. ده فاكر ان هيقعد تاني ولا ايه؟ مش لا ده تاني يا محمود، معلش حفنا محمود، هجتمع مع اتحاد كرة القدم عشان نشوف مستقبلي هيبقى عامل ازاي. طب هو اذا كان الاتحاد له مستقبل نفسه. لا انت عارف بيقول ايه؟ انا مسؤول عن الخروج وفخور. انت متاكد من كلامه صح؟ مين اللي كلامه صح؟ هو مسؤول عن الخروج. هو طبعا 100% مسؤول عن الخروج. وهو مسؤول عن اختياراته. لا هو قال لك انا فخور باختياراتي. ما هو عشان هيقول ان انا اخترت غلط يبقى السبب. ما هو خلاص، ما هو شاربها يعني، هو المسؤول عنها. الاعتراف بالغلط يا كابتن، يعني هنسقف له على التصريح ده. افضل حاجه عملها من ساعه ما مسك المنتخب. دي الحقيقه الوحيده اللي عملها من ساعه ما مسك المنتخب. الراجل ما لعبش باربعه في نص الملعب عشان يسد. انا قايلين الكلمه دي بقى لنا دلوقتي من يوم ما لعب. ما لعبش باربعه في نص الملعب، ثلاثه وقدامهم عبد الله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح. هو اي راس حربة نزل هيعمل ايه؟ مش هيعرف يلعب مع الجروب ده. الجروب ده ما بيوصلش كوره يا جاب فاكر. الجروب ده ما بيوصلش كوره للسنتر فيرد بتاعنا او بلال مثلا او مروان او احمد علي او كوكا. الجروب ده ما بيوصلش كوره للسنتر فيرد بتاعنا. انت كمدرب واجهزه فنيه خلاص، يعني احنا خلاص عندنا لغه ان ما بنقدرش نتكلم حتى نقدر. ما عندناش نقدر نوجه المدير الفني بتاعنا كمساعدين حتى نقول له احنا شايفين ان احنا محتاجين نقفل المنطقه دي علينا عشان ما نخشش فينا جوال. هو ما بتوع كوره هو لازم يكونوا شايفين. لو هو قدر يقيم نفسه صح، اول مباراه كسبناها بجول تريزيجيه، هل ده صناعه فرقه؟ لا فردي. فردي، اذا حل فردي للعيب. لو تريزيجيه ما عملش كده النتيجه 0-0. تعالى الماتش اللي بعديه نفس الكلام. ازاي برضه حمادي وصلاح نفس القصه. ومين صلاح مين لعبها له؟ تريزيجيه برضه اللي خد الكوره وجري من نص الملعب وهوب ولعبها له. نفس القصه. تعالى الجول الثالث او الماتش الثالث ما اتعملت مرتين النهارده. الكوره دي عكسيه. ايوه يعني صلاح هو اللي عملها تريزيجيه. عملها تريزيجيه مرتين، كان ممكن تريزيجيه يجيبها. برضه حلول فرديه وليست حلول جماعيه.